بالنسبة للحكاية التي رويت عن سبب تسمية نهر العاصي بهذا الاسم، الاسم الأول بداية لماذا سمي باسم نهر العاصي هو عصى قاعدة جريان الأنهار أو الأنهر بشكل عام، وشذ عن قاعدة الجريان. كيف؟ هو بعكس باقي الأنهار، ينبع من الجنوب ويتجه باتجاه الشمال، لذا سمي باسم نهر العاصي، فهو عصى هذه القاعدة وشذ عنها فسمي بهذا الاسم. من باب النكتة أيضا الحماسة بيقولوا بأنه شرب منه الفنان عاصي حلاني فسمي باسم نهر العاصي، هذه من باب النكتة. يعني هناك الكثير من الأسماء الأخرى التي أطلقت عليه، سمي بنهر العاصي أو سمي نهر العاصي بأسماء أخرى. بالنسبة للحماصنة سموه الميماس لأنه يقع بالقرب أو يمر بالقرب من منطقة البساتين وشارع الميماس القريب من منطقة الوعد أيضا في حمص، فسمي بهذا الاسم. وماذا تعني الميماس أو الياماس؟ هي كلمة أرامية قديمة تعني آلهة المياه، فسمي بهذا الاسم وارتبط أيضا بالشاعر الحمصي المعروف ديك الجن الحمصي، كان دائما يتواجد عند منطقة الميماس وروى الكثير من القصص والحكاية والنوادر وأيضا أبيات الشعر، فسمي سموه الحماصنة واعتمدوا هذا الاسم الميماس. هناك من أطلق عليه اسم المقلوب كما ذكرنا بأنه ينبع من الجنوب ويتجه باتجاه الشمال بعكس باقي الأنهر، فسمي المقلوب.